لي الأسئلة في الآخر إن شاء الله. اتكلمنا المرة اللي فاتت على مدخل أو كلام إجمالي على علوم القرآن، وقلنا أنها هي مجموعة المعارف اللي كان بينبغي على المفسر تحصلها، وينبغي على قارئ القرآن عموما معرفتها، سواء كان مشتغل بالقراءات أو سواء كان مجرد مسلم يقرأ القرآن ويتعبد بتلاوته، ينبغي عليه أنه يحصل هذه المعارف. واتكلمنا حكينا أشبه بقصة في تطور مذاهب التفسير أو حركة علم التفسير ما بين تفسير مفردات فقط إلى انتهاء إلى التفسير المتخصصة زي التفسير الفقهي وزي التفسير الكلامي وغيرها من التفسير. النهاردة هنبدأ في الكلام على كيفية التفسير نفسها، فنخش يعني المرة اللي فاتت كان أشبه الكلام بكلام إجمالي، النهاردة هنبدأ نتكلم في الكلام التفصيلي المتعلق بكيفية التفسير. فالعناصر اللي هنتكلم فيها النهاردة هي مصادر التفسير أو كيفية التفسير. مصادر التفسير أو كيفية التفسير، يعني ايه هي الخطوات اللي المفسر بيسير عليها الى الوصول لغاية الوصول الى تفسير الآية او الجزم بحكم الآية. فأول حاجة عندنا هي اللغة، تاني حاجة العقل، تالت حاجة الآثار، رابع حاجة الإسرائيليات، تمام. وفي حاجتين تانيين اختلفوا، أصول الفقه وأصول الدين، هنتكلم عليهم بعد قليل أو في الآخر لو لحقنا إن شاء الله. تمام. فدي أهم المصادر الموجودة في بطون كتب التفسير. احنا قلنا ان احنا بنوصف اللي موجود أو ماذا حدث في كتب التفسير، فهناخد عنصر عنصر، قد لا نستوعب العناصر النهاردة لكن هنتكلم بشيء من التفصيل على هذه العناصر. فاللغة المقصود بها حاجتين، قواعد اللغة، قواعد النحو والصرف، تمام، ومتن اللغة اللي هي المعاجم والغريب وكيفية معاني الكلمات الغريبة زي لسان العرب وزي المحكم المحيط لابن سينا وغيره من الكتب اللي بتشرح متن متن اللغة. تمام. وبعد كده هنتكلم على كل واحدة على شيء من التفصيل. فالقرآن الكريم بين انه بلسان عربي مبين، تمام. فبقى شرط بدهي للقارئ للقرآن لمن اراد فهم القرآن معرفة معرفة اللغة العربية. ومن جوز لغير قارئ القرآن أو لقارئ القرآن أن يفهم القرآن مع عدم إتقانه باللغة العربية فقد جاوزه للهندي أو للفارسي أن هو يفسر القرآن. بل يقال أن يجوز لينا إحنا كمان نحن نفسر رواية شكسبير أو غيرها ونحن لا نجيد الإنجليزية، أو نفسر روايات الإلياذة والأوديسة وغيرها ونحن لا نجيد اللغات التي كتبت ومن وصل به هذا الحال، يعني الدعوة إلى هذا الحال، سقط من جملة العقلاء. يعني لو واحد بيقول إن احنا يجوز لنا إن احنا نفسر النصوص باللغة التي كتبت بها ونحن لا نفهم هذه اللغة فهو مجنون. تمام. يعني إن أنا أفسر نص إنجليزي وأنا لا أفهم ABC أو لا أفهم أبجديات اللغة الإنجليزية فهو مجنون، لأن دوت تقترب للعلوم البديهية أو الشروط البديهية لتحصيل لتحصيل الملك. ولكن يقع الخلاف فيما هو الحد المطلوب من من اللغة العربية لفهم القرآن. هل هو درجة سيباوي
تمام، أم درجة مع احترامنا لجميع الوظائف، أم درجة مثلا الكناس أو البواب الذي لم يحصل إيه شيئا من العلم، تمام؟ في درجتين، ده بيتكلم عربي وده بيتكلم عربي، أنهي درجة إحنا عايزين نوصل فيها إلى الإيه؟ إلى العربية. هل الرجل الأمي، بلاش عشان ما حدش يقول إن إحنا بنتريق على مهن، هل الرجل الأمي تمام الذي يتكلم اللغة بس بمجرد إن هو سمعها من آبائه، ولا درجة سيباوي وعبد القاهر الجرجاني وأئمة الإيه؟ اللغة، لو ضربنا لو افترضنا إن دولت هم أعلى الناس في اللغة يعني. فدي مسطرة تمام، كلاهما بيدعي ان هو بيفهم الايه، او كلاهما بنرى ان هو يفهم العربية، فما هو الحد الفاصل بين هذين الايه العلمين او المستويين؟ مبدئيا قالوا لابد من النظر الى معنى العربية، فاللغة العربية كشأن سائر اللغات بنسميها لغة حية. يعني لغة حية؟ يعني تتغير بتغير الزمان. فدلوقتي مثلا كلمة زي كلمة مثلا واجب على طول بتنصرف أذهاننا للحكم الايه الشرعي، كلمة زي كلمة سيارة بتنصرف أذهاننا إلى الايه إلى العربية ذات الأربع عجلات، كلمة زي كلمة مثلا زوج بينصرف أذهاننا إلى الرجل، تمام؟ احنا كلمه زوج الاصل بيها الايه المراه، تمام، وبتطلق اصلا على يعني احيانا بتطلق على الرجل، ولكن الاصل فيها ان ايه ان زوجه لحن يعني، اعتمدوها بس مؤخرا في مجمع اللغه في السبعينات ولا مش فاكر يعني ولا قريب يعني، تمام. لكن زوجه ما فيش في اللغه العربيه حاجه اسمها ايه زوجه اللغه القديمه. ففي حاجات كتيره بتتغير في لغه الايه في اللغة العربية. احنا دلوقتي مثلا لا نراعي النصب ولا الخفض ولا الرفع في كلامنا العامي، ده لا نراعي مخارج الحروف، مثلا جيم المصرية ديت مش جيم عربية بالكلية، تمام، او اليمن او مثلا كتير من مخارج الحروف زي القاف اليمنية او غيرها او الكلام ده كله. فاللغة العربية كشأن سائر اللغات بتتحرك، يعني بتتحرك يعني بيحصل فيها زيادة ونقص وتبديل وترك، يعني ممكن ترك تبقى داخله تحت الايه تحت النقص. فكل دوت حركه الايه حركه اللغه، وده لا يختص باللغه العربيه، بل سائر اللغات بتتميز بهذه الايه الطريقه. اللي درس فيكم اداب انجليش او حاجه، اللغه الانجليزيه القديمه غير اللغه الانجليزيه الايه المعاصره، تمام، فدخلت عليها تسهيلات وغيرها من الايه واختصارات، والكلمات اللي 13 حرف ديت ايه قلت كتير جدا في استخدام اللغه الانجليزيه. فبالتالي كل عشان كده بيسموها لغات حيه، يعني كانها لا تزال تستخدم ولا تزال ايه تمارس ويتعدل ويضاف اليها ويترك. فلو انا فهمت دلوقتي بلغتي المعاصره هيلزم منه ان انا هفهم القران بغير ما ايه بغير ما انزل، فوجبت جنوبها، تمام، هفهمها ايه صارت فرضا عليك، في حين انها في اللغه سقطت او ثبتت. لما تذبح النوق عندما تسقط على الارض ساعتها ابدا وزع الاضاحي او وزع اللحوم. وجاءت سياره هفهم منها انها ميكروباص وقف ونزلوا يبعتوا حد للبير او غيره، وهكذا هتفهم اللغه العربيه بلغتك انت. فاذا اللغه العربيه المعاصره او الدارجه ليست هي اللغة العربية الايه الصحيحة، او ليست هي اللغة العربية التي يفهم بها القرآن على الأقل. وهنا دي بتثار قضية مهمة جدا، وهي ان العبرة في فهم نص بلغة المتكلم لا لغة الايه السامع، وبزمان المتكلم لا بزمان الايه السامع. وده شرط اصلا لقراءة كل كتب التراث، انك انت عشان تقرأ كتب التراث لازم تفهم مش مجرد اللغة العربية المطلقة، بل الأعراف المستخدمة في زمان المصنف أو المؤلف ماذا يقصد بهذه الكلمات التي استخدمها، تمام. واللي بيدرس معنا فقه لما يقابلنا الثوب كلمة ثوب وهي بتطلق ويراد بها القماش الخام مش المفصل،
وغيرها من المصطلحات الفقهية القديمة اللي كانت بتستخدم في لغة الفقهاء في أعصار معينة، بل الفقيه المملوكي غير الفقيه من المتقدمين. فبقى عندنا عنصرين مهمين، وهي لغة المتكلم وزمان الايه في زمان المتكلم. فده لازم منه حصول عملية رصد لقواعد او للغة العربية المستخدمة في عصر الرسالة. واهتموا بعصر الرسالة، قالوا يعني باستقراء كده قالوا حوالي 100 سنة قبليها و100 سنة ايه بعديها، يعني مدة اللسان تدوين اللسان العربي اللي اهتموا بيها كانت حوالي 200 سنة او اقل يمكن. ليه؟ لان قبل 100 سنة جيل اخر وجيل اخر تكلمت بقواعد لغوية اخرى، علشان كده يعني الدراسات التاريخية بتبين انها لغات اقرب الى الوحشية او اقرب الى اللغات الجافة الصلبة اللي فيها تغيرات شديدة جدا، والدراسات بتأيد الكلام ده. وهي في الحقيقة كمان اقل من 100 سنة، تمام. وكذلك 100 سنة بعديها قالوا على دخول المولدين، المولدين ان هم اللي بدأوا يتكلموا باللغة العربية عن طريق الدراسة والتعلم، لكن هو لسانه الاصلي ما هوش ايه لسان عربي فصيح، وإنما درس اللغة العربية وتأدب باللسان العربي فبدأ يتكلم بإيه بقواعد اللغة، فيدخل في كلامه الإيه اللحن، تمام، فيدخل في كلامه اللحن. ونسمع منهم سيبويه يعني، بس احنا بنضرب مثال للشهرة فقط يعني. سيبويه نفسه كان بيلحن في كلامه، تمام، يعني هو إمام في اللغة. ليه؟ لأن اللسان حاجة والإيه والقواعد أو العلم النظري حاجة تانية، تمام. لاحظوا ان بدأ يفسد اللسان العربي برضو بعد حوالي اقل من 100 سنة من وفاة او من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعوا ايضا الاحتجاج بعد الفترة ديت، وبيأرخوا لبداية اللسان المولدين مبشر ابن ايه بشار ابن برد، بيعتبروه اول الايه اول المولدين. شكرا. ده مبني على ان اللغة العربية سماع، او ان اللغات كلها هي سماع. يعني ايه سماع؟ يعني اللغة لا يدخلها في اصلها في اصل وضعها طبعا القياس، ولا يدخلها الاستنباط ولا الفهم، اللهم الا في التخريج على القواعد، او مسألة القياس في اللغة مسألة جدلية جوه اللغة. اختلفوا طبعا في وضع اللغة والحاجات دي كلها، مش قضيتنا دلوقتي، لكن قضيتنا ان في حاجة في اللهجة او اللسان اللي بيتكلم به هذا الايه هذا المتكلم. فعلشان اعرف القواعد، تمام، لابد ان انا اسمع، ومن مجموع سماعي لمفرداته وكلماته ومركباته ابدأ استخرج الايه القواعد. لان القواعد في الحقيقة ما هيش، العرب ما كانوش نصين على قواعدهم، ما بيقولكش انا برفع الايه الفاعل وبنصب المفعول، بل هذه الاصطلاحات اصلا اصطلاحات متاخره. ولكن لو انت قلت له اكل محمد، تمام، السبع، تمام، هيفهم على طول ان محمد اتاكل، بغض النظر عن انك انت ايه تقصد هذا ولا لا تقصد هذا. وطبعا القصص اللي بتروى في 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 في, في الالحان او في غيرها وبدء تدوين اللغه وقصه ابو الاسود الدؤلي بتشعر بهذا الايه بهذا المعنى، ان هم ما بقوش فاهمين انتوا قصدكم ايه، ومش مش عارفين توصلوا لنا معانينا ديت، فبداوا يحطوا ايه القواعد. القواعد مستنبطه منين؟ من السماع. عشان كده كانوا بداوا يهتموا بسماع كل عربي فصيح ويكتبوا الكلمات بتاعته كيف ينطق بها، تمام، ويقولوا له اذا اردت ان تقول كذا فماذا تقول، تمام. وهو لسانه اصلا ما يعرفش يجيب اللحن، يعني هو لو حاولوا يغلطوه او يلخبطوه لسانه ما يعرفش ينطق الكلمه الايه الملحونه. علشان كده يجوا في بعض الكلمات يقول لك العرب تلحن فيها لان ما لهاش غير جذرين في اللغه مثلا، تمام، هليلج مثلا، تمام، يقول لك العرب تلحن فيها. ليه؟ لان ما لهاش غير كلمتين في اللغه العربيه كلها، فالعرب ما بتعرفش تنطقها دايما، تمام، تلخبط فيها. ليه؟ لعدم، هو ده نبات او يعني اشبه ببهار يعني، تمام. فالعرب تلحن في الكلمات اللي ما تستخدمهاش كتير، ما عرفوش ينطقوها، تمام، لقله ايه استخدامها في اللسان. بل اذا كنت تكلموا بالكلمه الاعجميه خرجوها لا محاله على اوزانهم الايه
على أوزانهم العربية. فما فمثلا زي سوكرة لو تستخدم في كتب الفقه، تمام، هي تحريف لكلمة سيكيورتي عموما يعني، تمام، بس خرجوها على فوعلة، تمام، أو على وزن عربي بإيه بيستخدموه، يقعدوا يعربوا فيها لغاية ما يعرفوا ينطقوا إيه، ينطقوها النطق المناسب للميزان الصرفي بإيه بتاعها. علشان كده الناس طبعا اللي بتتريق على الناس اللي بتنطق الإنجليزي بلغة فلاح يعني، تمام، محترم، فهم في الحقيقة الفلاحين عرب أكتر من الإيه، من اللي لسانهم معوج يعني، تمام. فعلشان كده قالوا لا يلزم المتكلم بلغة أن ينطق بإيه، أن ينطق الكلمات مش التحدث باللغة بإيه بلسانهم، لأن ده بيحصل نوع من التعريب عنده تلقائي. فالسماع دوت كان لتدوين عملية الإيه، كيف ينطقون، كيف يعربون، كيف يفصحون عن الكلمات، وطبعا سماع المرادفات والغرائب والأصماء. ليه مثلا مجموعة رسائل، هتلاقوا معاجم الأولى رسائل زي الوحوش زي الطير زي غيرها، رسائل في حصر الإيه للكلمات الغريبة اللي كانت العرب بتستخدمها، تمام. وبعض هذه المصنفات الأولية مطبوعة في زماننا دوت بتبين لنا صورة المعاجم الأولى اللي بيهتموا بالغريب في باب معين من الأبواب. ومن خلال هذا السماع بدأ يظهر منهج تحليلي زي أصول الأحناف كده، بيستنبط القواعد الإيه النحوية المستبطنة في كلام الإيه في كلام العرب. وبدأت تظهر مدارس النحو من البصرة والكوفة وإيه وغيرها زي ما انتم كلكم عارفين. فبقى المدارس النحوية اللي وصلت لنا هي اجتهادات النحاة واللغويين في تقعيد أو في ضبط قواعد الكلية للإيه للعرب. وفي الحقيقة هم كانوا كل واحد ليه معيار اختيار، يعني البصريين بيتشددوا مثلا في الشواهد وفي سماع أنهي عربي، الكوفيين بيتوسعوا في سماع الايه العرب. فعلشان كده هتلاقي مدرسة الكوفيين فيها أقوال أوسع بكتير من مدرسة البصريين، والبصريين اشتهر عنهم أنهم هم الأدق يعني لأنهم أثبت، والكوفيين أيسر أو ايه أوسع. فوصل لنا في الآخر مدارس منقحة، يعني لما بنقرأ مثلا ألفية ابن مالك أو غيره ديت في الآخر بيسموها مدرسة بغدادية، يعني هي أقرب إلى البصرية بس في الآخر إيه منقحة. يعني منقحة يعني ده ما ترجح عند ابن مالك من قواعد الإيه قواعد النحو، لكن بقي قواعد أخرى ما وسعتهمش، ممكن الشراح يتعرضوا أو يعني هم ما اعتمدوهاش، لكن العرب تكلمت إيه تكلمت بيها. تظهر القواعد ديت في الشروح احيانا، تمام، في مثلا في توجيه القراءات الشاذة زي المحتسب لابن جني، تمام، يبدا يستحضر لك ان في قواعد مبادئ عند العرب ما كانش بتستخدم، زي مثلا العرب الاوائل ممكن يستخدموا ابو زي ابو يوسف وابو طالب وغيرها منزلة الاسم الجامد، فلا يدخلوا عليها الايه حركات الاعراب، او لا يدخلوا عليها الايه الاعراب، فما يقولوش ابا وابي والكلام ده كله، انما ذهب ابو طالب قابلت ابو طالب ومررت بابو طالب، تمام. ودوت موجود في بعض البرديات او بعض الوثائق اللي استخدمت في المراسلات في الزمان الاول والكتابه سيدنا علي او غيره، لقوه بيستخدم الايه اللغة ديت، تمام، وهي تثبيت معاملة أبو وغيرها من معاملة الاسم الجامد. تمام. ومنها طبعا الجدلية الشهيرة لما أبو حنيفة عنده القتل بالمثقل أو الشيء الثقيل يعني، فبيقول عنده دوت ليس بقتل عمد، فبيقول لهم ولو ضربه بأبا قابوس، أبا قابوس اسم أو أبو قابوس اسم جبل من جبال إيه مكة، فاعتبروها لحن في كلام أبو حنيفة لأنه التزم الإيه المفروض بأبي، تمام، ولكن هي خارجة على هذه الإيه على هذه اللغة.
بنقول الكلام دوت ليه؟ لان اول مبدا هنبدا نقرره عندنا ان اللغه العربيه اوسع من المتن اللي انت بتدرسه او المذهب اللي انت بتدرسه. انت بتدرس احد مذاهب اللغه الايه؟ العربيه. فالقران الكريم ما نزلش على مذهب ابن مالك في اللغه العربيه، وانما نزل على لسان العرب، تمام، اللي ممكن يكون اوسع من الكوفيين او من الايه، من البصريين. علشان كده القصه الشهيره بتاعت ابن الاعرابي لما جاله ابن الراوندي وبيقول له اتقول العرب لباس التقوى، يعني بيستنكر ان ايه، ان المصطلح ده مستخدم في القران في حين هما لاقوش في اشعار العرب او غيرها من هذا الكلام. فابن الاعرابي قال له لباس لباس، وان نجى الله الناس فلا نجى هذا الراس، يعني اقطع راسك، يعني هب يا ابن الراوندي ان محمد ان محمدا كان كاذبا، تمام، افلم يكن عربيا، يعني ماشي يا عم القران ماشي من لو تنزل. وقلنا ان اللسان ايه، ان القران مفترى من عند محمد وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن مما لا يشك فيه ان سيدنا محمد عربي فصيح من فصحاء العرب، فلن يتكلم، ده هو كلامه اصلا هيبقى حجه، واضح. علشان كده بقى النص القراني بقطع النظر عن كونه قران من عند الله ام لا، فهو نص عربي فصيح ثابت نطقه بكيفيته وبضبطه الى زمن العرب الايه، الفصحاء. فلذا لا مدخل فيه انكار حجيته في اللغه الايه، العربيه. فتفهم منها ان الاعتراضات اللغويه اللي احيانا بتطلع كشبهات على ان هذان لساحران مثلا او غيرها من بعض اوجه الاعراب، تمام، هي حماقه. ليه حماقه؟ لان لا يشك في نسبه هذا النص بقطع النظر عن ان هو نص متعبد بتلاوته، ونحن بنؤمن بالوهيه مصدر هذا النص او كده، فهو نص مقطوع نسبته لا محاله الى عصر عربي ايه، فصيح، تمام. فبالتالي فبقى هو نفسه من مصادر القواعد الايه، اللغويه، ولا يشك فيه لان سنده وثبوته متواتر الى هذا الايه، هذا العصر. فبقت قواعد النحو والصرف هي اول ضابط لفهم الايه، لفهم القران الكريم. ممكن بعضكم يتخيل ان هو دور ان احنا خدنا قواعد اللغة من القرآن واشترطنا فهم قواعد اللغة لفهم القرآن، فاهمين الفكرة؟ فقد يبدو ظاهر ان هو ايه، دور، يعني احنا بنقول لك مش هتفهم القواعد، مش هتفهم القرآن الا لما تفهم قواعد اللغة، وقواعد اللغة احنا واخدينها من الايه، من القرآن. ايه رأيكم؟ نعم. فاستشرنا بيه هنا عشان نطلع القواعد، لكن لما جينا نوصل ليه هنا بحيث ان هو القران بقى احنا هنا دلوقتي كاجانب وعايزين نفهم فلازم نرجع للقديم عشان نفهم. بالظبط. فهي في الحقيقه كان الدور هيبقى لو هو دور حقيقي كان ان احنا نقول لا يفهم القران من لم يفهم قواعد النحو، ولا يفهم قواعد النحو الا من فهم القران، ده الدور الحقيقي. لكن الكليه الاولانيه خاطئه، لان احنا بنقول يفهم القران من لم يفهم قواعد النحو زي متقدمي العرب، ما عندهمش قواعد نحو ومع ذلك بيفهموا الايه، القران، تمام. فبالتالي هي في الحقيقه القواعد، قواعد اللغه طبعا، مع هنقول لكم كمان شويه، اصلا احنا كمان مش بنتاخده من القران ولا حاجه، تمام، ان 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 قواعد اللغه هي فقط عمليه ارتقاء بك لتفهم اللسان الذي تكلم به الايه، العرب. زي بالظبط لما باجي اشرح لك شعر جاهلي فبدي لك المفردات، تمام، اللي انا واخدها من
سياق الايه الشعر دوت، لان ممكن الكلمه الواحده في الشعر نفسه يكون لها كذا مرادف، بس انا اخترت واحد فيهم ورجحته من سياق الايه الشعر دوت. ليه؟ لان انا مستبطن قواعد اللغه قبل ما اقرا الايه الشعر، فبالتالي لما صغت لك القواعد انا بدي لك الاله اللي كانت عند العربي لفهم الايه لفهم القران، بغض النظر ان الاله دي انا واخدها من القران كنص عربي او واخدها من غير القران كنص ايه كنص عربي. فبالتالي احنا لا نقول اصلا ان فهم قواعد اللغه متوقف على القواعد المستنبطه من القران، بل هو متوقف على العربيه سواء كانت مستنبطه من القران او من غير الايه من غير القران، وان انا اخذتها من القران علشان القران نص عربي، او اخذت بعضها من القران عشان القران نص عربي، فانا بشرح لك كاني بجرد لك من مفهوم النص اللي بين ايديك دوت القواعد اللي هتعرف تقراها بيها، كانه اشبه بدليل او مدخل تعرف كيف تقرا بها هذا الايه هذا الكتاب. واضح المعنى؟ فضلا ان من محاسن الصدف يعني ان معظم استدلالات اللغويين المتقدمين ما كانتش من القران، بل تقريبا كانت شواهد القرآنية عند السيبويه مش فكر تعد على أصابع اليد تقريبا لو أنا فكر صح، تمام، وإنما كان غالب استشهاداتهم هي الإيه هي الشعر، علشان حتى ما حدش يشك في الإيه في القاعدة دي، رغم إنها لا مدخل أصلا للشك إيه للشك فيها. فبقت هنا قضية تعلم اللغة هي ضابط أساسي لفهم القرآن علشان تبدأ تفهم. وطبعا قصة مشهورة براءة من الله، تمام، وايه هتقرأها ازاي؟ ورسوله ولا ورسوله، او بلاش، ان الله بريء، ان الله بريء من المشركين وايه. فمر اعرابي واحد بيقراها ايه ورسوله، قال له او بري الله من رسوله، تمام. ليه؟ لمجرد انك انت كسرت فقط الايه الكلمه، هو ما عندهوش نحو وصرف، ما عندهوش فاعل ومجرور والكلام ده كله، ولكن القواعد اساسيه في ذهن. فدي يبقى اول قاعده، من اراد فهم القران لابد ان هو يحصل قواعد الايه اللغه، ولكن على انهي قواعد لغه؟ اوسع من ابن مالك واوسع من مذهب البصريين او الكوفيين، عشان كده ظهر ما يعرف باعراب القران، زي اعراب القران للزجاج، ومن المتاخرين شيخ الاسلام زكريا وغيره. طبعا هو ما بيعربش كل القران، وانما بيعرب غريب اعراب الايه القران، او الذي وقع فيه الجدل في كيفيه ايه اعرابه. فبتبقى بقت قواعد لغتك انت كمان، ما ينفعش حتى بعد دراستك لمتون متقدمه في اللغه العربيه ما ينفعش تحاكم بها الايه القران، حتى تقف على الاحتمالات الاخرى اللي قالها النحاة في هذه الايه في هذه الايه. فده اول علم بقى مطلوب. جه منين العلم ده؟ من استقراء قواعد، من استقراء كيف تكلم العرب في الصدر الايه الاول، فدونوا لينا علم النحو، وطبعا والصرف يعني انهم اخوات يعني. العلم الثاني متن اللغه، وده اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، وهو غريب الايه وهو غريب اللغه، هو يعني مش هنقول فيه كتير يعني، ان العرب كانوا بيسمعوا الكلمات وكيف تستخدم وسياقها بايه بيفسرها في بيت الشعر او في غيره، واتكلمنا عليه المره اللي فاتت يعني، ما فيش كلام كثير يقال ايه فيه. بس اللي هيقال فيه دلوقتي هي قضيه كبيره، فهنا نسمي بس المسميات. فبعد اول عندنا علم النحو والايه والصرف. الغريب او اللغه العربيه نفسها فيها خواص، طبعا في خواص متعلقة من ناحية التراكيب، وفي خواص متعلقة من ناحية الكلمات المفردة، منها
ظاهرة الاشتراك. ومنها ظاهرة الإجمال أو الإبهام. ومنها العموم والخصوص. وده أمور واقعة في نفس كلام الإيه؟ في نفس كلام العرب. الاشتراك زي إيه؟ زي طبعا مثلا مشهور فيها كلمة عين. عين بتطلق على الجاسوس وعلى الباصرة عينك يعني، وبتطلق على الذهب، وبتطلق على الشمس، وبتطلق على الشريف في قومه، وبتطلق على البئر. ومش عارفين أول استخدام ليها كان إيه. تمام، بعضهم لأن في جدل في منشأ اللغة، هل هي ما كانش فيها اشتراك ثم حصل الاشتراك بتداخل الألسنة والكلام ده كله، ده مبحث تاريخي ما لناش دعوه بيه دلوقتي. اللي مهتم بتاريخ اللغة والحاجات دي هو اللي يهتم بيه. لكن في الآخر في لما جينا دولنا اللغة في عصر الرسالة، لقينا الاشتراك ده واقع ايه؟ واقع فيها. وتفتح كتب المعاجم تلاقي كلمات كتيرة قدامها كذا ايه؟ كذا معنى. روح كده افتح لسان العرب، خد عينات عشوائية، مش هتلاقي تقريبا صفحة تخلو عن ايه؟ على اللفظ له عدة معاني او عدة اطلاقات او استخدامات. طبعا في جدلية لطيفة، وهي ان هل الكلمة لها معنى واحد فقط بس احنا مش قادرين نميزه، ولا لها عدة استخدامات وايه واطلاقات. وده جدل برضو ايه فلسفي شوية مش وقته دلوقتي، لكن احنا بنتساهل وبنقول انها عدة ايه معاني، لكن هي في الحقيقة مش عدة معاني. حتى بعضهم جاي يسأل احد الائمة، يعني عالم كبير كان عايز يناظر عالم اكبر منه يعني، فالتاني كان بيعرض عنه يعني. تمام، فلغاية ما قاعدين قدام عند السلطان، فبيقول له الشيخ فلان مش عايز يناظرني يعني. قال له مش عايز تناظره ليه، ده راجل كبير وكبارة وكده. قال له هسأله سؤال ولو جاوبه هنظره. تمام، ده ان المناظرة شرط انهم متناظرين يعني متساويين في الايه في العلم. قال له ما معنى كلمة كذا؟ قال له لها 10 معاني. قال له انتهت المناظرة. قال له مش هناظر من لا يفرق بين المدلولات والاستخدامات والمعاني. تمام، فبيقول ده اصلا مش قادر يميز اساسيات اللغه. احنا بنتساهل ونقول ايه ان المشترك الكلمه واحده لها عده ايه معاني. هي في الحقيقه مش معاني، وانما هي استخدامات. اما في الحقيقه لها معنى واحد مجهول اصيل مجهول، ولها استخدامات ايه مطلق. اشهر مثال كلمه الايه القرب، يطلق ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به الطهر، انقطاع الدم. مثال عين اللي احنا قلناه، مثال حتى انهم بعضهم قالوا صيغة افعل، بعضهم قال انها مشتركة، اضرب وكل واذهب، بعضهم قال انها مشتركة، مشتركة بين الوجوب والامر والندب وغيرها، بعضهم قال كده. تمام، يعني مدلولاتها بقت كتيرة جدا، او الارشاد فامشوا في مناكبها وكونوا من رزقه، فبعضهم قال انها لفظ مشترك نفسه. فما المراد بالمعنى المشترك ده في سياقه وفي استخدامه؟ يبدأ اللغويين يختلفوا، بعضهم يقول نعمله في معنى ايه، بعضهم نقول لازم نرجح، بعضهم نقول، وغيرها من الايه من الاحتمالات. اشد من اهتم بكيفية التعامل مع الاشتراك هم مين؟ الفقهاء. تمام، وهنقول لكم ليه كمان شويه. هم اشد من بحث واطال النفس في ايه في هذه القضايا. كذلك الابهام اللي بنعبر عنه باللغه الاصوليه باسم الاجمال. تمام، لان الابهام من اغراض الايه من اغراض المتكلم، ان انا ابهم عليك انا قصدي ايه، بحيث انك انت تحار. زي كلمه مثلا من ماء هنا، فالاشتراك نفسه احيانا بيستخدم بقصد الابهام، يعني ان انا اتكلم بكلمه انت مش هتعرف معناها غير لما ايه لما تسالني فيها، اما لغرابتها عليك، واما لان حصل فيها اعاده اصطلاح او اعاده استخدام في لغه اخرى او في مصطلح اي اخر. العموم والخصوص زي كلمه الناس. ف
فالناس هنا هل يراد بها عموم الناس ولا يراد بها خصوص واحد شخص واحد؟ فيختلف مثلا في الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا إيه لكم، تمام؟ فيقولوا الناس المراد في الأولى ديت شخص واحد، تمام؟ هو اللي قال إيه للصحابة خوفهم أو كده. وبعضهم يقول لا، المقصود بها خروج المخرج الكلام على العموم أو على القاعدة العامة أو كده، زي زي كلمة الملك، زي كلمة المؤمنون وغيرها من قضايا العموم والخصوص. فيبدأوا يختلفوا كمان، يقولوا طب هنعرف العموم ازاي؟ فمثلا يقول لك من الألف واللام إذا دخلت على الايه على الجنس تفيد العموم أو غيرها من المعاني دي. يهتم بيها النحاة على خفيف في اسم الجنس وعلم الجنس والمبحث دوت، وبرضو يهتم بيها الايه الفقهاء على وجه التفصيل. الفقهاء بيهتموا فيها فين؟ وهم بيفسروا النصوص الشرعية زي القرآن وزي السنة النبوية، فبيدونوا أقوالهم ديت في علم سموه بعد كده بعلم ايه أصول الفقه. عشان كده الإمام القرافي لما نقل إجماع النحاة على مسألة نحوية قال الأصوليين بيخالفوه، ولا ينعقد إجماع أهل اللغة إلا بملاحظة قول الأصوليين، فإن الأصوليين تمام طائفة عظيمة من أهل اللغة، تمام؟ قال الكلام دوت في العقد المنصور، بيقول إن الأصوليين طائفة إيه عظيمة من أهل اللغة. طب ليه اختصوا باسم تاني؟ لأنهم ما بيبحثوش إلا في دائرة أخص من دائرة اللغة، وهي دائرة الإيه بعض الكلمات أو القواعد المستخدمة فقط في النص القرآني والسنة النبوية، بخلاف النحاة دائرتهم أوسع لتشمل الشعر وتشمل الغريب وتشمل الإيه القرآن. فالأصولين اختصوا بفنهم هذا لأنهم حصروا دائرة بحثهم في مساحة معينة اللي بيستخدموها ويكثروا من إيه من استخدامها. علشان كده أصول الفقه في الحقيقة منشأه اللغة العربية، وهو في الحقيقة هو أحد أنواع علوم اللغة العربية المتنكرة. متنكرة واخدة لبسة مسمى مختلف. فبعض الناس بتيجي تستنكر وتقول أصول الفقه ديت هي يعني قواعد انتوا اخترعتوها علشان تسيطروا بيها على الايه على النص، تمام؟ ده كلام نصر حامد ابو زيد، يعني ما يقول اليه والكلام ده كله المدرسه ديت كلها بتمشي في الاتجاه دوت. فبتدعوك للتحلل دائما من هذه الايه القواعد مع فلسفات اخرى مش وقت التعرض ليها دلوقتي. وفي الحقيقه لازم هذا القول التحلل من سائر كل الايه قواعد اللغه في الحقيقه، لان اصول الفقه ما هي الا مباحث لغويه خصت بايه في باب معين او علم معين. فعلشان كده حطينا اصول الفقه على جنب. ليه؟ لان هو ما بقاش في الحقيقه علم مستقل، هو داخل في مدلولنا في كلمه اللغه. فبقى المفسر وهو بصدد التعرض لتفسير ايه من القران لابد ان هو يكون مطلع على اللغه وبما في ذلك من في المباحث الاصوليه اللغويه الموجوده في ايه في أصول الفقه، اللي هي بتمثل تقريبا حوالي أكتر من 50% من علم أصول الفقه مباحث اللغوية. واضح المعنى؟ وتفهم من هذا الفهم أن اعتراض بعض الناس على إدخال الأصوليين لمباحث حروف المعاني أو غيرها في أصول الفقه ويقول أن دوت من ولعهم باللغة العربية هو عدم فهم منه لوظيفة علم أصول الإيه لوظيفة أصول الفقه. طب بحثوها ازاي؟ هتبص في جدلياتهم هتلاقيهم بيبحثوا بنفس قوانين العرب. يعني بنفس قوانين العرب يستشهدوا من كلام العرب، استخدموا المشترك في معنائيه ولا لا، تعاملوا ازاي، كانه بيقيم الدلاله استدلالا على كل قاعده لغويه بيقررها في هذا العلم بكلام العرب الايه الاوائل والكلام ده كله. بس طبعا المتون اللي احنا بندرسها كمتاخرين خالية كالعادة من الايه من الاستدلالات، فما نظن انها قوانين فقط ورسناها كده وجدنا عليها يعني
الفقهاءنا يعني او مشايخنا تمام وماشيين وراهم زي العميان، في حين انك انت لما ترجع لكتب المتقدمين زي الجصاص وزي الامام الشافعي في الرساله وفي الام وفي غيرها هتلاقي بيستدل على مذهبه اللغوي في قضايا اللغه بكلام العرب وبايه وباشعارهم وبغيرها كانه بيبحث مبحث لغوي اصيل. فبقى متن اللغه بيختص بالغريب او متن اللغه بقى بيختص بالغريب والمفردات او قواعد المفردات. قواعد المفردات زي الاشتراك والخصوص، يعني ما يطرأ على المفرد الكلمه المفرده من عوارض الايه الاستخدام، لان دي بيسموها كلها عوارض الاستخدام. وتفهم من كده لما تقرأوا في علوم القرآن مثلا هتلاقوا السيوطي أو غيره بيقرروا بعض قواعد اللغة في فهم القرآن، هو بيقررها على وفق مذهب الإمام الشافعي في فهم القرآن، فاهمين الفكرة؟ فيجي مثلا يطلق أمثلة بيقول الخاص ظني تمام وإن العام يراد به مثلا إن في عام يراد به الخصوص وخاص يراد به العموم والكلام ده كله، فهو بيقرر هذه القواعد على وفق مذهب الإمام الإيه الشافعي. فبقت كثير من مباحث اللغة اللي انتم بتقرأوا في كتب المفسرين المتأخرين أحيانا جارية فقط على مذهب من مذاهب الإيه اللغة اللي هو برضو مذهب المصنف أو مذهب المفسر. تاني قضية هي قضية العقل. حد على السبورة ديت حاجة؟ ودي قضية يعني غالبا مش هتخلص النهاردة. لأن تحتيها كلام كتير. هي ما المقصود بالعقل؟ فقالوا المقصود بالعقل هو العلوم الضرورية تمام. ده احد تعريفات الايه العقل. يعني ايه العلوم الضرورية؟ زي استحالة اجتماع نقيضين تمام، ده علم ضروري في نفسك. لو بقول لك انا مش انا تمام، شيء من الاثنين، يا اما هتحملني ان انا مش عارف عبد الباسط حموده ولا مين تمام، يا اما هتقول ان انا ايه بتكلم بكلام لغو حشو ملهوش معنى. واضح؟ لما